طيب الحقيقة إنه لم كلابك لا عمرو أديب ولا إبراهيم عيسى ولا خالد منتصر عندهم شجاعة إنهم يعرضوا الفيديوهات بتاعت البنت بتاعت دمياط اللي الداخلية اعتدت عليها وعلى أمها، والست أم البنت دي قالت كلمة ستبقى في التاريخ: لم كلابك يا سيسي. نسمع بقى الست. نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل ايه؟ مفيش حد في الدوله شريف؟ مفيش حد عنده ضمير؟ مفيش حد عنده ضمير يجي لي؟ مفيش حد يجي يشوف الظلم من المظلوم؟ مفيش حد يجي يدور علينا؟ نروح فين؟ نروح فين بيه؟ احنا مرميين في الشارع وانت ما بتموت جوا. يا ما شوفوا من الظالم انضربنا واتبهدلنا، والظابط ضربنا وبهدلنا وحبسنا، وتحيني كانت جوا بنتي بتموت. انا عايز حد يجي يشوف بنتي، يشوفها ويحكم عليها. حد ما هوش من المركز، ما هوش من هنا، تعالوا شوفوه بينكم. حد شريف يجيلنا؟ حد نضيف يجيلنا؟ ما عادش حد شريف ولا حد نضيف. ما حدش متقي الله يجي يشوفنا؟ ما حدش في المطريه اللي احنا رحنا لها قلنا ضحاونا ما حدش يبص علينا؟ ما حدش يجي يشوفني؟ ارحموني، ارحمونا. نروح فين؟ نروح لاسرائيل؟ نروح لليهود؟ نروح فين؟ ارحمونا، ارحمونا. بنتنا دي تجوع، بنتنا دي تجوع. حد يجي يشوف بنتي فيها ايه ويطمنا؟ ما انتوا قافلين على جو ووشها ورم وجسمها ورم، وعامله عمليه اول يوم السبت زي النهارده عامله عمليه وبتموت. ارحمونا، ارحمونا. حد يجي يلدنا؟ حد يجي يلدنا؟ ارحمونا، ارحمونا، ارحمكم ربنا. اتونا هنا زيتون، اتونا في زيت كده بجد علينا يا سيسي، زيت كده بجد علينا. لما كلبك من علينا برضه طلع بعدها اخو البنت بيحكي تفاصيل وبيقول هاكل بسناني لو شفت الضابط اللي ضرب اختي. اسمع كده. رساله كده بوجهها لمدير امن دمياط ووزير الداخليه: ازاي بقى ايه وجه حق اختي تتضرب في قلب بيتها قدام عيالها؟ اختي اللي عامله عمليه بقى لها اسبوع، بقى ايه وجه حق؟ انا عايز اعرف المشكله كلها بسبب ايه؟ حمله ماشيه، جوز اختي قاعد في حته ارضيه بتاعته، نزلوا مخلوه وخلوه خلاص وخلصنا، وقلنا هيروح المركز. لازمتها ايه؟ يروحوا ياخدوا اختي يضربوها في قلب بيتها وينوها وبهدلوها. اختي اتصلت عليا قلت لها اطلع على مديريه الامن، مديريه الامن قالت لي كسبت حاله في مركزك. انا حاسبه حاله في مركز ازاي اللي بتضربني وهيلمني؟ مركز كفر سعد، مركز الظلم واللي افترق. اختي بعتنا لها محامي بيقول هيخرجها. اصل هي ضربت مدير رئيس المباحث وعملت ضربت ايه وعملت ايه؟ واحده عامله عمليه، واحده عامله عمليه بقى لها اسبوع لسه معايا الشهادات ومعانا كل حاجه ومعانا كل ما يثبت. انا عايز اختي تتعرض على الطبيعي، انا عايز اختي تشوفوا فيها ايه الوقت. اختي اللي اتضربت واتهانت واتبهدلت، وامش ام الست الكبيره اللي قاعده مرميه قدام المركز. المركز ما حدش بيخشه ليه؟ جواه في ايه؟ الناس دي ايه؟ انتوا كفره؟ هو يعني احنا بقينا فين؟ انا عايز اعرف احنا بقينا فين يعني؟ خلاص ما عادش فيه، ما عادش ترضاها لامك، ترضاها لاختك؟ فين الادب؟ فين الاحترام؟ ما عادش نخوة، ما عادش رجاله في الدنيا، ما عادش تقول لي داخليه، تقول لي حربيه، تقول لي يهوديه، فين احنا؟ خلاص؟ خلاص كده؟ انا ما عادش لاقي بامانه، ما عادش لاقي حاجه اقول لك. الناس طفحانه، الناس زهقانه، واحنا ماشيين متلصمين وفينا اللي مكفينا. لا بتنبش الناس، لا بتنبش الناس، لا سيبوا الناس، سيبوا الناس باللي هي فيه. الناس ما هيش لاقيه تاكل وحاطه جزمه في بقها وسكت بقى بدون وجه حق. ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان امي تتضرب وتشتم وتتبهدل. انا بوجه الرساله ديت لوزاره الداخليه ومديريه امن دمياط. لو حقي ما جاش انا هاكل الظابط ده بسناني، انا هشوف اللي ضرب اختي مين، انا هشوف هموت عادش، مش فارقه معايا، ما عادش حاجه، ما فيش حاجه لازمان. انا لو اعرف من اللي لو انا موجود وشفت حقي بسناني واللي يحصل يحصل. ما حدش طبعا، طبعا الداخليه تطلع تمشي وتقول لك لا ده الست هي اللي كان معاها ار بي جي او كلاشينكوف واطلقت وابل من الرصاص على ضباط الشرطه الشرفاء اودت بسبعه قتلى، فكان ان لازم نحبس البنت. لكن الناس ما بتتعاطفش مع البنت دي ليه؟ اشمعنا مع نيره اشرف ومع اخواتها اللي قتلوا على ايدي شباب طلعت الناس وبانت انسانيتهم قوي؟ ما هو البدايه يعني احنا عندنا مثل في الصعيد نقول اول الركس حنجله،
والعرب يقولوا أول غيث قطرة. ما هو البداية بتبدأ من كده، إن أنت تشوف الست قدامك بتتهان أو البنت. هذه المرأة اللي لازم لابد أنها تحترم، طالما أنت شفت النموذج ده بيتضرب مرة واثنين وثلاثة خلاص بتبقى الحكاية سهلة جدا. برا لأمر ما، يعني مش عايز أقوله دلوقتي، كان لا يطلق على الفارس فارس إلا إذا يجيب السيف بتاعه ويديه الكاهن الكنيسة والكاهن يصلي على السيف ثم يمنح هذا الفارس لقب فارس. أول وصية لهذا الفارس ألا تعتدي على امرأة، وإنك أنت إذا شفت امرأة وإنت راكب تنزل لها وتقلع اللي أنت لابسه فوق راسك. ومن هنا اتخذ التقليد بتاع الخواجة لما يشوف واحدة ست يلمس الكاب بتاعه كده يعني تحية ليها. وعندنا في العرب وفي الإسلام حاجة جامدة جدا. إنما في العصر بتاع السيسي أنت شفت بعينك بنات بتتضرب وبتتقتل، وظابط ماسك بنت كده حركة مصارعين حرة والحاجات دي، فخلاص البنت فقدت أو المرأة يعني فقدت احترام الاحترام ال 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 الواجب ليها، خلاص خلصت. يطلع تضرب واحدة ستة تدمك إزاي يعني؟ تطلع تضرب واحدة ست أدمك؟ نحن لما كنا نشتم وست معدية كنا نتكسف ونجري. فين بقى بتوع الهجوم على الشريعة؟ فين بقى بتوع انتقاد الحجاب؟ فين بقى بتوع الأزهر هو سبب تخلف مصر؟ فينهم؟ فينهم يطلعوا يكلمونا على الإجراءات الداخلية واللي بتعملوا الداخلية؟ فينهم يطلعونا الفيديوهات دي ويعرضوا الفيديوهات ويقولوا ده كذب؟ زي ما الداخلية عملت، الداخلية طلعت قالت إيه بقى؟ تعديا على أفراد الأمن، يا صلاة النبي، حلو؟ الداخلية تكشف أكاذيب الإخوان بشأن القبض على فتاة دون وجه حق، بس كده. الناس كلها عند الداخلية كدابة، الداخلية بس هي اللي صادقة. الناس تموت في السجن، الداخلية تكذب، فوتوشوب. الناس تموت في التعذيب، الداخلية تكذب. ده حتى المشهد بتاع الاعتداء على سايس في الدرب الأحمر قال لك مش حقيقي، ولا طلع حقيقي، ما عرفش طلع ايه. الداخلية قالت ايه عنه؟ الداخلية قالت حقيقي عشان الناس شافته، لانه اتصور الضباط ولا الثلاثة بتوع الامن بينفضوا الواد ضرب. فالداخلية قالت لك بنحقق، فاطمن اهو المشهد ده اعرضه كده. طبعا السفارة دي هي شتيمة وتحديدا بالأم. فتخيل انت ماشي مع بنتك صغيرة كده ولا كبيرة وجنبك ضابط ابن ناس متربي بيشتم واحد يعني على مقامات موسيقية بالأم بس مش بالأب، يا ابن اللي كذا واللي كذا واللي كذا. فانت تقعد تقول لبنتك مش قادر. السياحة هنا لا، يعني على فكرة معلش ارجع لي بالفيديو، ارجع بالفيديو. تعرف ده فين؟ في ميدان الحسين. عايز تصدق؟ انا هقول لك تصدق ازاي. امشي امشي بالفيديو، اعرضه في السكرين، عايز كمل لعند حتة كده اقول لك وقف وقف، لما عند حتة كمل كمل لحد ما يجرجروا هذا البني آدم اللي ربنا كرمه واعتادوا عليه بالطريقة دي، وبعدين خدوه بالأم والأم، وبعدين كمل كمل لحد حتة معينة أقول لك وقف كمل. أيوة كمل بس وقفين، ارجع سنة صغيرة. السور اللي ورا ده يا حضرات أهو ورا أهو أهو، ده السور الميدان بتاع الحسين أهو. والعمارات اللي ورا ده هي العمارات غالبا اللي كان ساكن في واحدة منها الشيخ الشعراوي. يعني ده في حي بيستقبل آلاف السياح. فلما سياح بقى إبراهيم عيسى يتفرجوا على بني آدم مصري بيتمرمط كده، طبعا السياح مش هيفهموا عربي يعني،
بس يتمرمط كده وبيتضرب بالطريقه دي. طب ايه السياحه بقى اخبارها ايه؟ ده الاقوى ولا الادان بتاع الحسين؟ يا اخي ده نزار قباني لما اتمنع من مصر بعد قصيده ده فتى هوامش على دفتر النكسه، انا فاكر انه رجع في الثمانينات لمعرض الكتاب، جات له زياره لمعرض الكتاب، جات له دعوه يعني، وبعدين وقف يقول كلمه مرتجله كده او مكتوبه، انا فاكر منها جمله كده بيقول ياتي الشعراء الى مصر فيشاهدون القمر المصري فيحسبه بعضهم فطيرة حرية، فيحسبه بعضهم فطيرة عسل، ويحسبه بعضهم فطيرة حرية، والرواية الثانية أصدق والله أعلم. يأتي الشعراء إلى مصر لكي يجلسوا في المسجد الحسيني ويستمعوا إلى صوت الشيخ محمد رفعت وهو يتصاعد كنبت سماوية على الأعمدة الرخامية. ده نزار قباني. تيجي تقول لي المنظر ده ابراهيم عيسى هو السبب في يبوظ السياحه ولا الادان؟ العنف يا حضرات في مصر بقى منهج الداخليه اسسته وانتشر في الشوارع، حتى الستات العاديه في مصر زاد العنف ضدهم بسبب دراسه حديثه في ظل انشغال الامن بالسياسه عن الامن الجنائي. الدراسه الحقوقيه بتقول مصري دراسة حقوقية مصرية 226 جريمة عنف ضد النساء في 3 أشهر. اطلع اطلع اطلع، الله اللي رسم الرسم ده حلو قوي قوي. رصدت مؤسسة تمكين للمحاماة والدعم القانوني 225 جريمة عنف في حق النساء في 3 أشهر، وبينت الدراسة اللي امتدت من أشهر يونيو إلى أغسطس أن أكبر عدد جرائم سجل في يونيو مع 82 حالة، ثم في أغسطس 76 حالة، ويوليو 68 حالة. تخيل. عشان كده لما نشوف انتهاكات ضد محمد أكسجين مثلا وابن أخو الرئيس محمد مرسي خالد العياطي، يمكن يكون ده شيء طبيعي في جمهورية السيسي. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن أكسجين وتقرير يحذر من محاولته للانتحار. أكسجين ده كان شاب بيعمل تقارير، طبعا نسيتوه لانه في السجن، في غيابات السجن ما قالوش حد يسأل عنه. ده كان شاب بيعمل تقارير صغيره بالكاميرا عن اوضاع اجتماعيه، اتقبض عليه ومن ساعتها اترمى في السجن، دلوقتي بيفكر في الانتحار. اما خالد مرسي ابن الشيخ الرئيس مرسي فهو اهو، ظهور خالد مرسي بعد اختفاء ده 16 يوم، باشرت نيابه امن الدوله العليا او امن الدوله بالتجمع الخامس التحقيق مع المواطن خالد سعيد محمد مرسي العياط ابن شقيق الرئيس محمد مرسي، وامرت بحبسه 15 يوم على ذمه التحقيقات، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا واخفائه قسرا لمده اسبوعين، وكانت قبض عليه زي ما انتم عارفين. يبقى طبيعي جدا منظمه العفو الدوليه تقول ان استراتيجيه حقوق الانسان في مصر هي مجرد دعايه لاخفاء الانتهاكات زي ما الخبر بيقول كده، كاداه دعائيه لاخفاء الانتهاكات. هي دي مصر في الاخر. انا عايز اقول الإخوة اللي بيدافعوا عن البنات في مصر انه الاول الغيظ قطره. يعني انت اذا الداخليه استباحت انها تهين بنت، واذا ضابط استباح لنفسه بفعل سلطته والبدله اللي لابسها انه يهين راجل زي ده ايا كان اللي عمله الراجل، فالراجل ده اتكسر، ويبقى المجتمع كل واحد قوي يستقوى على الأضعف منه، وتبقى السلطة بقى هيكلية كده من تحت لفوق، اللي تحت إيدي أدمره واللي فوق مني يدمرني واللي فوق منه يدمره، لأن الحكاية كده. ده شعار جمهورية العسكر. اللي بعده